قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المواجهة بين الحق والباطل. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. نحن كنا تحدثنا عن فرعون أنه علا في الأرض، وكل من علا على قومه أي استعلى عليهم واستكبر واستزلهم واستعبدهم فهو مثل فرعون، وإن لم يقل عن نفسه أنه فرعون أو يقل عن نفسه أنه إله. فإن قال بلفظه مثل ما قال فرعون: موسى ما علمت لكم من إله غيري، وإن كان ينشر المخابرات والأمن بين الناس حتى لا يقدس ولا يمجد ولا يتكلم أحد عنه إلا بالمدح والثناء فهذا فرعون، ولو لم يقل لهم ما علمت لكم من إله غيري فقد تأله على الناس وتجاوز حدوده إلى حدود رب العالمين تبارك وتعالى. فهنا يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى وضع فرعون الذي استكبر هو وجنوده كما تستكبر الآن فراعنة الأرض في الأحكام العسكرية، في البسطار العسكري الذي يدوس الناس ويزعم أنه يحررهم. هذا عصر الدجل وعصر الكذب. وقال فرعون: يا أيها الملأ، قال لمن؟ لجماعته والأشراف حوله الذين يساعدونه في التسلط على الناس. قال: يا أيها الملأ، يا أيها السادة الكبراء، ما علمت لكم من إله غيري، أي ليس هناك معبود يطاع غيري، الطاعة له والسيادة له والربوبية له. في أي أخرى قال تعالى: وأنا ربكم الأعلى، يعني ولو كان في أرباب وأسياد ولكن هو الرب الأول الأوحد. وين رب العالمين؟ لعنة الله على الظالمين. وفراعنة القرن العشرين يفعلون مثل فعله، وإن لم يقولوا ولكن يفعلون أسوأ من فعله. هنا فرعون موسى حتى يظهر أن موسى كاذب وحتى يبرر مواقفه قال لهامان وزيره من أجل أن يعني يبلور الخضوع له والطاعة له، قال لوزيره هامان: يا هامان أوقد لي على الطين. الطين عندما يشوى بالنار يصبح آجر متين مثل الحجر يبنى به. أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، الصرح البناء المرتفع العالي، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ليطلع الجو يشوف الإله ماذا يرى؟ هل رب العالمين يرى بالعين؟ هل رب العالمين مثل المخلوقات يرى بالانعكاس الضوئي على العين فيرى؟ الله نور السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. وفرعون موسى يعرف ذلك ولكن يريد أن يضحك على الناس مثل ما الفراعنة في القرن العشرين تضحك على الناس. يريد أن يشعر الناس أنه هو الإله الأوحد، ما في إله، طلع للسماء ما شافه، وين إله موسى؟ جيب لي هو. مثل أحد الأشخاص كان يدرس أطفالا يعني في مدرسة ابتدائية
وسط الدراسة الأولى أو أواخرها الصف الرابع أو الخامس، كان يقول لهم وين الله؟ هاي السبورة موجودة، السبورة هاي الطاولة التي تجلسون عليها انظروا ترونها؟ قالوا نعم. قال الطاولة موجودة، هل كذا كذا؟ ثم قال وين الله؟ حدا شايفه؟ سكتوا، قالوا ما في الله. استأذن طالب، شوفوا الحكمة على لسان طفل بريء على الفطرة، استأذن قال له تفضل يا ابني احكي. قال الطلاب يا شباب، يا عفوا يا اخواني يا رفقاتي، هيك كان يقول رفقاتي، يا رفقاتي يا اولاد، شايفين عقل الاستاذ؟ قالوا لا. قال الاستاذ ما في عقل. سكت الاستاذ وخرس. اذا كان شيء ما شفته انت بعينك معناته غير موجود. هذا ما يستعمله الدجالون، وهذا ما حاول فرعون، يقول اطلع لي سوي لي الصرح، اصعد الى السماء اشوف وين اله موسى، ما في، كذاب موسى. واستكبر هو وجنوده بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. لا يرجعون، الظن معناته الاعتقاد، اعتقدوا انهم لن يعودوا الى الله فيحاسبهم على اعمالهم. ولذلك الايمان باليوم الاخر من اسس الايمان. كل من ترونه لا يطيع الله ويتهاون بامر الله، ولو قال أنا بآمن في اليوم الآخر، كون عمليا ليس بمؤمن. لو آمن باليوم الآخر وأنه سيحاسب على عمله وسيسأل أمام الله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما كان تصرفه هكذا، طاعة للمخلوق وترك طاعة الخالق. فإذا مال إلى المخلوق بالنفاق أو بالصراحة وترك طاعة الخالق سبحانه وتعالى، فهو لا يؤمن باليوم الآخر. أو إذا كان يؤمن يساوي لحاله مبررات، مثل واحد من المفتين، مفتن من الفتنة لا من الإفتاء، سمعته بأذني في حديث مسجل له يقول الناس في جهنم بعدما يمر عليهم فترة من الزمن. انظر كيف يبرر العذاب يوم الآخر حتى يعلل نفسه أو يعلل نفسه أو للآخرين يضللهم إن العذاب هذا بسيط بروح. كان يقول العذاب في النار فترة من الزمن يتألم فيها، بعدين يعتاد أهل النار على هذه العذاب، على هذا العذاب، ويريدونه ويتلذذون به. لعنة الله على الظالمين. هذا كأنه لا يعرف القرآن ولا يفهم منه شيئا، وهو يقرأ في الصلاة أحيانا يخطب ويؤم. أما يقرأ قوله تعالى العذاب الأليم العذاب المؤلم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولم يعلم أن العلماء التشريع قالوا إن الجلد كله مليء بالشعريات العصبية التي تنقل الألم إلى الدماغ فيتألم الإنسان، ولذلك ربنا قال بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالعذاب دائم خالد، القرآن صرح بهذا، وهو يكذب القرآن من أجل أن يبرر كفره وخروجه عن أمر الله تبارك وتعالى إلى طاعة المخلوق ومسايرة الظالم في ظلمه ليكون شريكا معه في دخول جهنم بإذن الله تبارك وتعالى. استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إذا كان له سلطة واستعملها في الحق ليعلم الناس الخير وليبعد عن الناس الشر من المجرمين الفاسدين، فهذا ليس استكبارا وهو بحق. أما هذا يستكبر غير الحق، يحكم الناس بما يريده هو وبما يحقق مصالحه ومصالح جماعته، ويؤيده من يستفيدون منه ومن حكمه، ولذلك لا يريدون أن يزول هذا الحكم الباطل. فإذا وجد حكم الإسلام ينقلبون عليه أو يحاولون بالاستعانة مع دول أجنبية أن يتخلصوا منه. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فماذا حدث لفرعون موسى؟ دعا بعد أن خرج بنو إسرائيل من مصر متجهين إلى جهة بلاد الشام، أمامهم البحر، جمع فرعون جنوده كل ما أمكن له أن يجمع، وقال لشعبه إن هؤلاء جماعة غائظون لنا، أزعجونا، سنؤدبهم، وانطلقوا خلفهم. فعندما وصلوا إلى البحر
كان بنو إسرائيل قد جاوزوا البحر، فرق الله لهم البحر، بدل أن يرتدع ويرجع. ولكن هذا الإنسان الكافر لا يفهم، لو كان يفهم كان فهم مصلحته أولا. شاهد هذه القدرة الربانية العظيمة عندما فلق لهم البحر 12 طريقا في البحر يبسا سلكوا فيه، بدل أن يتركهم ويعودوا، لا، الله عظيم، نزل وراءه وجنوده. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في البحر، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه نتيجة الظالمين، كما كانت نتيجة هذا ايش اسمه في ليبيا القذافي. هو رب الأوحد واستنجد، وإسرائيل بعد يصيبك يصيبك الطغيان إذا راح، وإسرائيل وإسرائيل، ما بتحسن إسرائيل تنقذه تدخل معه ضد شعبه، لا، هي حتطم شان هو يشتغل هالشغلة، ما نفع، راح ضيع الدنيا وضيع الآخرة، وغره الشيطان وهو يوسوس له أنه 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 ما في مثله. وهكذا كل فرعون، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فالهلاك، عاقبة الظالمين، معنى الآية تشير أن الهلاك والدمار والموت لكل من سلك مسلك هذا الفرعون. ثم قال تعالى: وجعلناهم، هذا فرعون ومن مثله، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون الناس إلى النار. ما هي الدعوة إلى النار؟ يدعون الناس لطاعته وترك طاعة الله، فهذا شرك وكفر، سيدخل هو وهم النار. وجعلناهم أئمة، أي قادة، يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. قال تعالى: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. القيادات إلى محل محفوظ في جهنم، وبعد أتباعهم كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها في جهنم. إذا ما كانوا يصدقون سيرون في أعينهم. نحن نصدق الله ونستشعر عظمة الله ونقرأ هذا القرآن الذي فيه الإعجاز الذي يدل على أنه من عند الله وليس من صنع محمد، وهم لا يصدقون، فسيصدقون عندما يقفون على النار. قفوهم إنهم مسؤولون. يوم ذلك لا ينفعهم الندم ولا يفيدهم أن يقول أحدهم: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رجعني للدنيا مصير مستقيم. كلا، أرسل لك الرسول ونبهك وأعطاك شيء من الابتلاءات حتى تشعر أن القدرة بيد الله، فرفضت إلا أن تكون مستعبدا أو عبدا لغير الله تبارك وتعالى، فما في رجعة للدنيا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم، هنا بقى، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. ما هي اللعنة في الدنيا لفرعون موسى وللفراعنة كلهم؟ ما هي اللعنة؟ أن الله تبارك وتعالى شرع في كتابه على لسان رسوله صلى الله، على لسان القرآن الكريم، على لسان المؤمنين أن يلعنوا ملكهم فرعون. الله جعل في كتابه لعنة فرعون وبيان أنه مطرود من رحمة الله، يتلوها المؤمن في كتاب الله دائما. فهذا جعله الله في الدنيا لعنة، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، كما دعوت أنا في مرات سابقة: اللهم لعن هؤلاء الفراعنة، اللهم دمرهم، اللهم أنزل بهم عقابك الذي يجعلهم عبرة لمن يعتبر، كما جعل القرآن نعتبر بفرعون موسى. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي يلعنهم الناس على لسان المؤمنين في القرآن. ويوم القيامة أيضا هم من المقبوحين، لهم أقبح العذاب الذي يعذبون فيه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررنا من فرعوننا، ويحرر المسلمين أيضا من فراعنة الأرض، ليكون المؤمن عبدا متحررا من كل عبودية، مطيعا لله خالق الكون والإنسان والحياة. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.